طيب ايه هو حجم التيم المثالي؟ هنريك بيقول ان معظم الكتب اللي قراها بتقول ان حجم السكرام تيم المثالي بيتكون من 5 لـ 9 اشخاص، بس من واقع شغله وخبرته هو شايف انه بيتكون من 3 لـ 8 اشخاص. فلو افترضنا انه عندك سكرام تيم مكون من 10 اشخاص مثلا، في الحالة دي ممكن تستغنى عن اضعف 2 عندك في التيم وتحطهم في تيم تاني، وده عشان تقدر تعمل مانج للتيم بتاعك بشكل افضل، وتقدر تقلل من الاوفر هيد بتاع الكوميونيكيشنز والكونفيوجنز اللي ممكن تحصل. ولو افترضنا مثلا انه عندك 2 برودكت باتنين تيمز منفصلة، وكل تيم مكون من 3 اشخاص بس، والاتنين بيتحركوا ببطء شوية، في الحالة دي ممكن تكون فكرة كويسة لو ضمينا الاتنين مع بعض في تيم واحد مكون من 6 اشخاص، ويبقى مسؤول عن الـ2 برودكت مع بعض. ولو افترضنا مثلا ان التيم بتاعك مكون من 12 فرد بس، للأسف الكود بيز بتاعتك مش في حالة كويسة تسمح اننا نفصلهم لاتنين تيمز مستقلين، في الحالة دي حاول توجه مجهود التيم عشان تصلح الكود بيز بتاعتك بدل ما تعمل نيو فيتشرز، وتأكد ان المجهود ده مش هيضيع ومكاسبه هترجع لك بسرعة. في الطبعة التانية من الكتاب هنريك بيقول لو لقيت نفسك دايما مش قادر تحدد التيم ستراكشر المناسب للتيم بتاعك، في الغالب المشكلة دي بيبقى سببها الحقيقي هو السيستم اركتكتشر. لو السيستم اركتكتشر بتاعك كان كويس، ده هيسمح للتيم انه يتحرك بشكل مستقل وبسرعة، ولو ما كانش كويس التيم هيقابله مشاكل كتير بسبب الديبندنسز. عشان كده انت لازم دايما وبشكل مستمر تحسن وتطور السيستم اركتكتشر والتيم ستراكشر بتاعك.